راح مصر جديد أصلا. شبرا يا أسطى. معلش يا بيه أصل مروح. شبرا اتفضل. مفيش فايدة. ما تيجي نمشي شوية ولا حتى نركب اتوبيس؟ ليه الدنيا تلج النهاردة يا شيخة؟ تعالي دي هي مرة والعربية تكون اتصلحت. نفسي امشي شوية. يلا. مش انت اللي قعدت تقولي لي نفسي اشوف فيلم من الافلام دي؟ تعرف مش هعرف انام طول الليل. هاخدك في حضني. جميل قوي الفستان ده. لا ده احلى. الله، انت رجعت في كلامك؟ مش قلتي مفيش عيال قبل سنتين؟ الله، وانت لازم تصدق كل حاجة هقولها. أو الشارع ده الصبح بيبقى سوية، لو البلد بالنهار فيها نفس الهدوء ده الواحد كده حس ان اعصابه هادية. بس مشينا البطيء ده هيضيع علينا حتى اخر اتوبيس. تيجي نجري؟ نجري؟ اه نجري. احنا مش جرينا مرة واحنا مخطوبين. ياه انت لسه فاكر؟ لا يا عم ده كان جنان. نتسابق. نتسابق؟ اه. واللي يخسر بكرة يعمل شغل البيت، يطبخ ويكنس ويمسح لوحده. بتتكلم جد؟ طبعا جد. طب يلا. يلا. ولا بلاش. ايه بقى؟ رجعت في كلامك تاني؟ لا احسن عسكري الدورية يطلع لنا. طبعا، لا انت قد مسح ولا غسيل. يعني خلاص ضمن ان انت اللي هتكسبيه. ده انا لازم اكسب. خلاص. هي مسافة قصيرة من هنا لآخر الممر. طبعا. لحسن كعب الجزمة يتكسر. مالكش دعوة انت. يلا كده اهو. يلا يلا. واحد اتنين تلاتة. فاكرة انك هتسبقيني؟ بقى ده كلام. احكي لي كمان مرة اللي حصل بالظبط. ملحقتش اشوف غير حرف الدي ورقم الستة، وبعد كده ما شفتش حاجة. معرفش ان كانوا تلاتة ولا اربعة. ماركتها سبور. ايه بالظبط؟ فيجا. طب ما خدتش بالك من لونها؟ ما لمحتش اي حد؟ الدنيا كانت ضلمه. بلغ الاشاره دي لكل الجهات. لفينا نطاق الاسم كله ما شفناش ولا واحده. كمان لف. ركزوا فيها عند رشاط المره دي. عارف ان التصرف ملوش معنى لكن يمكن. مش هي صاحبها مقاول ومجرشها من الساعة 9 من غير حرف الدي. أنا متأكد إن فيها حرف الدي غير الستة. أفتكر دلوقتي أنت شايف إن كل ده ملوش فايدة. أنا حبيت قبل ما أريحك أرض ضميري، وما قدامناش غير إننا نمشي مظبوط. أقول إيه للناس؟ أبوها وأمها. أقول لهم إيه؟ يموتوا. طب أنا كل اللي عاوزه منك تهدى كده ونتفاهم. هتروح فين؟ مش عارف. أنتوا مساكنين فين؟ في مصر الجديدة. أستاذ أحمد، فين في مصر الجديدة؟ مدير الأمن لازم يعرف، وزير الداخلية، كل الناس لازم. طبعا ده موضوع ما يسكتش عليه. اطمن. أنا مش عايز أقول لك إني هتجنن. فاهم؟ هتجنن. أنا مش هروح البيت. أنا راجع الاسم ومش منقول منه لما تلاقوها لي. أنا
كل حاجة حالته وحشة قوي، مقدرين طبعا، مقدرين كلنا. لا انا بس حبيت ابلغ سيادتك. هنحاول. مع السلامة. القاهرة فيها 8 مليون وعشرين 30 ألف عربية، كذا ألف شارع وبيت، كذا ألف زقاق وحارة. عايز تقول ايه؟ صدقنا انا مش هنام ولا هتغمض لي عين. انا ساير اكتر منك. فاضيه طبعا. ديكور. اتفقنا ان تدخين مدير للصحة؟
المأمور طلب مني اتصل بيك عشان اطمن عليك. النقيب محمود في طريقه ليك دلوقتي. ما بتردش ليه؟ النقيب محمود في طريقه ليك دلوقتي. ما بتردش ليه؟ ما بتردش ليه؟ ما بتردش ليه؟ نادر على الاسم. ليه يا استاذ؟ التحقيق لازم يكمل. استاذ احمد كده مش هينفع. ده موضوع خطير. طب اوعدني لما تهدى تجيبها وتيجي تقول كلمتين نقفل بيهم المحضر. أرجوك يا دكتور قول لنا مالك. نزيف شديد وانهيار. السبب ما نقدرش نحدد دلوقتي، لازم الأول نوقف النزيف. لو سمحت انت عارف ايه اللي حصل يا احمد؟ اجهاض يا ابني. ريحنا ربنا يريح قلبك. في ايه؟ في ايه يا احمد؟ في ايه؟ ما
وبعدين بقى بس خلي حد ياخد البنت دي يشوف لها هدمه تلبسها. ايه ولا هي فرصه بقى؟ كل واحد وواحده ينكتموا. كلم يا استاذ. هو ده كل اللي قالته؟ الشقه دي فين؟ ما قالتش. طب كان شكلهم ايه؟ لهجتهم صعيدي ولا بلدي؟ فلاحين، عرب، افنديه؟ خدوهم بره دلوقتي يا استاذ، ما تضيعش وقتنا، اتكلم. اقسم لك بشرفي ما لحقتش تقول حاجه، لما تخف اسالوها. انت مش بتقول ان اخوك محامي؟ ما تفهمه يا استاذ. يا احمد لو في حاجه قولها. صدقني هو كده. انا في الاول ما كنتش عايز اتكلم، لكن دلوقتي خلاص. عموما انا هسيبك لضميرك. هاتوا الدغاره. وازاي ما تاكلش غير دلوقتي؟ انا كنت عارف انهم طلبوني عشان كده. في حكمة بتقول إذا نار البركان طلعت اديها ظهرك واجري، لأن اللي بيقف ويفكر دايما بتصيبه حاجة. أنا رجلي اتكلبشت في الأرض. يبقى هتجني على نفسك. اسمع يا أحمد، فاكر لما كنت بتقول إن أنا وأنت غير أخونا طلعت، وإن كل واحد بياخد نصيبه؟ هو دلوقتي بره وإحنا هنا. هو متجوز وانا بقيت صاحب عيال. احمد عاوزك تفهمني كويس، كل شيء ممكن يهون لو الواحد عرف ازاي يتغلب عليه. انا الكلام مش سايفني، لكن انا واثق انك هتقدر تعدي الازمه دي. ازاي؟ فكر في حاجه واحده بس، انها محتاجه لك. واللي عمله كده ايه؟ في ايه يا احمد؟ افتكرتها بتتعاكس. حاجة غريبة، امبارح بالليل قفلت المكتب واتمشيت شوية في محطة الرمل، قعدت في محل علي بابا وشربت ازازة بيرة وبعدين روحت. سوسو بنتي هي اللي كانت صاحية، قالت لي تعشى يا بابا، قلت لها ماليش نفس، ودخلت اوضتي مديت على السرير. تصدق جالي كابوس وانا صاحي، حسيت ان في حد بيخنقني. نطرت من على السرير وقلت والله ما انا مسافر، خفت يجرى لي حاجه وانا في الطريق. وبعدين قلت يا واد بلاش كلام فارغ، انت هتصدق برضه الحاجات دي عشان انزل لك و تسيبني عمال اتكلم لوحدي من الصبح. يا اخي خد ودي معايا، فضفض عن نفسك، انا اخوك. ندى طلبت مني من يومين نروح السينما، كانت شافت اعلان فيلم في التلفزيون. امبارح سالتها حقيقه عايزه تروح الفيلم ده، قالت ايوه. بعد شوية سألتني مالك تعبان؟ ما كنتش تعبان ولا حاجة، بس الحقيقة افتكرت ان اليوم ده يوم الخميس، اليوم اللي كل من هب ودب بينزلوا فيه البلد، عشان كده ما بحبش انزل فيه ابدا. بس عشان وعدتها ما حبيتش اقولها لا، قلت ما فيش داعي، هي جت على الخميس ده بلاش تزعلها. انت ما اكلتش حاجة. يلا بينا. حضرتك
هتروح فين؟ مش عارف. تعال نروح. مش قادر. بعدين هين عليا انام في الشارع. روح يا احمد ما تبقاش صغير. فين عربيتك؟ عند الميكانيكي بتتصلح، هروح له. كان المفروض استلمها من بدري. طب انا عندي في مشوار اخلص شغلانه. طيب خد مفتاح ندى. هاجي لك على البيت. انا حاجز على بول من بكره.